استحالة النهاردة في التمرين. آه. رجل مصري عايش في المغرب بقاله أكتر من حاجة 40 سنة. عنده 75 سنة. طيب. اسمه رضوان بلال. ده لازم يبرز. ده جه للتمرين النهاردة والكابتن الخطيب استقبله وشكره على مساندته للأهلي لأنه أنتوا راجل عنده 75 سنة. إيه يعني 75 سنة؟ لا حريص إنه يروح الملعب أنت بتلاقح كلامه لا لا. حريص إنه يروح الملعب ويقابل الكابتن الخطيب ويقابل الفرقة ويعبر عن مشاعره للأهلي. هنشوفه. أولا أنا عايز أقول إن أنتوا شرفتوا المغرب وشرفتوني أنا شخصيا، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله الكأس أهلوية، والمركز الثاني إذا ما كانش الأول في كأس العالم أهلاوي إن شاء الله. 43 سنة هنا في المغرب ومحب للنادي الأهلي وكل الفرق المصرية، لكن قول لي شايف النادي الأهلي إزاي وبتشوف المرحلة بتاعت النادي الأهلي إزاي؟ وأنا شايف إن أنت يعني محب جدا للنادي الأهلي وعارف يعني قيمة النادي الأهلي. أولا الأهلي طول عمره نادي كبير، ما عرفش الصغير، الصغير بيرميه وراه ويخلي الكبير قدامه. النادي الأهلي من أول كابتن محمود الخطيب ما استلم رئاسة النادي الأهلي، والنادي الأهلي طالع لفوق 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 لفوق، ودلوقتي هيطلع للسماء. شوف الهلال، شوف الهلال، هيطلع للهلال اللي في السماء ده إن شاء الله إن شاء الله. ليه؟ لأن طالما الإدارة ناجحة وموفقة وعليها واحد متقى الله ودايما وفي قلبه فيه الخير، ما تخافوش على النادي الأهلي. طب قول لي، أنت قلت للكابتن بيبو، ويمكن أنا شفتك كده اتصورت معاه، قول لي قلت للكابتن بيبو؟ قلت له أنا لو كنت بحلم ما كنتش أقدر أصدق إن أنا أشوفك ولا شوفكم هنا. لو كنت بحلم ما صدقش نفسي، ولكن الحمد لله شفتكم. ربنا يديك الصحة. قول لي هنكسب كام ان شاء الله؟ اذا ما كانش 4-1 و4-0. ربنا يديك. اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا لواحد من يمكن العلامات المميزه هي 43 سنه زي ما بنقول، محب للنادي الاهلي، متواجد بيعشق النادي الاهلي وكل الفرق المصريه. طبعا الاستاذ رضوان بلال دموع اكيد دي دموع مؤثره جدا وكلمات رائعه جدا، بنتمنى له كل التوفيق. بنقول لك يعني احنا سعداء يا حاج رضوان طبعا انت متواجد معانا، ويا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرفع البطوله العاشره هنا في كازابلانكا. ان شاء الله هترفعوها، ان شاء الله باذن الله هترفعوها. وانا عندي 75 سنه، لو اداني ربنا سبحانه وتعالى 10 سنين ولا 5 سنين هشوف بطولات تانية وثالثة وخمسة وعشرة للأهلي إن شاء الله. لك حاجة ربنا يديك الصحة يا رب. أكيد طبعا يا دموع مؤثرة جدا، لكن يا رب إن شاء الله كل الأمور دي تكون دوافع كبيرة لكل لعيبة النادي الأهلي، حاجات رائعة ولمسات رائعة جدا. يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق معانا يوم السبت 8 مساء بتوقيت كازابلانكا، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 90 دقيقة. حابب تقول إيه طيب؟ اتفضل. تحياتي الكبيرة للكابتن عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ. تحياتي الكبيرة دي. هي راجل ربنا يديله الصحة، اتكلم كلام منظم، كلام يعني احنا لسه بنقول على المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائمه، وتأتي على قدر الكرام والمكارم. فقال لك لو ربنا اداني العمر كمان انا عايز اللي جاية واللي جاية واللي جاية، والأهل يفضل يعلى ويوصل مش عارف لحد فين. هكذا هو منهج الأهلي، وربنا يا رب يعني كل التحيه للكابتن الخطيب. هو ده جبر الخواطر. بيحرص على هذه النوعيه. هو راجل ربنا يديله الصحه. يعني بقاله 43 سنه مغترب. لكن الاهلي يهون عليه هذه الغربه. ويقول لك ان شاء الله هفضل عايش والاهلي بياخد بطولات تاني وثالث ورابع. ربنا يديله الصحه يا رب. واعتقد ان هو تلخيص جميل لكل اهلاوي. شوف 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 البساطه، وشوف شوف الراجل وصدق المشاعر. هو حتى كريمه بيقول له تحب تقول حاجه لحد، قال له عايز يعني احيي سيد عبد الحفيظ. ايوه ما بينساش، راجل زين ومتوقد جدا حقيقه. يعني انا عايز احييه، هو الاستاذ بلال اسمه؟ رضوان بلال. رضوان بلال. انا عايز احيي الاستاذ رضوان بلال، وربنا يديك الصحه وتستمتع بالاهلي كمان وكمان.